حينما لا تستطيع هذا النموذج أنه يضمن يعني المسائل الأساسية في حياة كل إنسان، الشغل، الصحة، السكن، التعليم، يعني اللي هو مناسب للتحديات ديال المرحلة، يكون هناك خلل حقيقي، يكون هناك هذه نتائج. طبعا التحليل هو طويل وعريض، ولكن هذه النتائج والانعكاس على الفئات الاجتماعية المتضررة كيأكد بأن كان هناك خلل. وهذا الخلل ماشي فقط غير رياضة فكرية اللي هي يمكن يمارسوها مجموعة ديال المتخصصين في الموضوع، لا، هي يعني مسائل حاسمة، مسائل كتهم المستقبل، مسائل كيمكن يعني تمس الاستقرار، وبالتالي يجب حقيقة إعطائها كامل الأهمية. وهذا الدور ديالنا كمجتمع مدني، أنه نثير يعني جرس الإنذار في كل مرة كيكون فيه هناك ضرورة.